الأرقام المعلن عنها بخصوص عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وسط المنتسبين لقطاع الصحة تشير إلى أنها لم تتعد 25%، ما أثر على إقناع المواطنين بأهمية التلقيح. النسبة مهما تكون راهي ضعيفة، ضعيفة بزاف، وما نكون صريح معك، حنا ما فهمناش التردد هذا تاع قطاع الصحة. ولازم تعرف دير في بالك حاجة مهمة جدا، أن هذا التردد تاع قطاع الصحة هو اللي أدى، اللي نقدر نقول ما بين قوسين، ما يسمى غير نجاح. ما نقولكش فشل عملية التلقيح، لخاطر كان نقدر نقولوا 11 مليون 13 مليون ملقح، ماهيش فشل، كاين ناس اللي لقحت، ولكن الهدف ما قدرناش نحققه. الإقبال على التلقيح وسط مستخدمي الصحة لم يكن بالمستوى المأمول، وفيما تعددت الأسباب فالنتيجة تبقى واحدة، وهي عدم الوصول إلى المناعة الجماعية. ما قدرناش نقولوا، والسبب الرئيسي هو العمال تاع قطاع الصحة، باسكو على بالك الناس كي تشوف الطبيب ولا تشوف الممرض الجار تاعها يقول انا ما نلقحش، الاهل تاعو ما تلقحش، الجيران ما يلقحوش، الاهل تاعو الناس صحابو ما يلقحوش، وهذه هي العامل الاساسي اللي ادى الى 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 فشل عمليه التلقيح في الجزائر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، علاش هذا التردد؟ التردد نتاسف نقولها بصراحه، ان عمال الصحه في الجزائر ما يدوش المعلومه من اهل العلم، يدوها من مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدوهاش من منشورات علميه. بينقولوا لك ما هو اخطر. نقدر انا عندي كما يقولون الاختيار الشخصي والحريه الشخصيه، حبيت ما نلقحش نتحمل المسؤوليه، ولكن شفنا اطباء اللي يخدموا في مراكز التلقيح وكي يتكلموا مع الناس اللي جيت تلقح تقولوا انا ما لقحتش ودارنا ما لقحتش، واش يدير السيد يعاودي يولي؟ ها هو الخطر هذا هو. وتعول وزارة الصحة على وعي الأطقم الطبية لتسريع وتيرة التلقيح تحسبا لبلوغ ذروة الموجة الرابعة.